هو كان المفروض في عمل مسرحي اتقال لي من قبل المخرج ان هو المفروض يعني عمل كبير وعمل ضخم، والمفروض ان انا فنانة بشرى كانت هي البطلة واعتذرت لظروف ما تخصها وانا بديلة ليها، وبشرى شخصية لطيفة وكمان ادوارها لطيفة وبتعمل حاجات كويسة يعني، فقلت وكمان بتغني، فطبعا صدقت جدا. واتقال لي ان هي عايزين نعمل عرض مسرحي لايك برودواي وحاجات كده، ففوجئت بعد عدد من البروفات وبدأنا يعني في وقت قليل جدا ضغطوني ان انا احفظ اللغة العربية واغني وارقص واحفظ كل دوت. فوجئت ان الحاجة يعني العمل ده مش ملوش علاقة باللي اتحكى لي وملوش علاقة بالموضوع اللي انا قبلت علشانه ان انا اشتغل، فطبعا بسرعة اعتذرت جدا وجريت يعني ما وخلعت يعني. وشوشة، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الادارة محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org